السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة شباب. هلا صار معكم محتاج من قناة بيبلد. طبعا اليوم حيكون عندنا عرض بلبل السيف القاطع المطوف. دقيقة قبل أن نعرض لكم، هو عندنا هنا السيف القاطع المطوف الجزء الثاني يمكن، وعندنا هذا حق الجزء الأول. عندنا برضو السيف القاطع الأزرق، وبس توقع ما في سيف قاطع ثاني، توقع وخلاص ما في غيره. فعندنا أربع سيف قاطع، عندنا هنا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث. توقع كذا واضح لكم. طبعا هنا كان في سيف قاطع أزرق وبنفسجي، فأنا صراحة ما أعرف إذا هم يعني مهمين مرة ولا ما أدري، فعشان كذا سيف قاطع الأزرق حخليه على الجنب. كلامنا كله في هذول الثلاثة. طبعا سيف قاطع حق مقطع اليوم، طبعا زي ما انتم شايفين نفكه. طبعا هو فيه لعب واحد بس، العيب هذا خليه على جنب، انه الدرايفر حقه طبعا اشتريته اصلي من نسخة تكارة تومي، طبعا قالوا بابا، فالدرايفر حقه انكسر يعني كده، وعليه كده حديدة توقع وتفك وتسك، فانكسر وضاع. انا كنت في مكة يوم اني شاريه، فانكسر وضاع هناك في مكة. فالان الحين قاعد ادور عليه، كل ما اروح ادور عليه فما لقيته، فزبطت له بهذا، حط له هذا الدرايفر. فيه كمان واحد ثاني، وهذا هو. طبعا هو مع القطع هذا هو. ايوه زي ما اقول لكم، اعرف انه هنا في استوديو او مكان بلابل، فهذا هو. فعنده درايفرين هنا ما احتاجهم، فحطيته مع السيف القاطع، حطيت هذا اقرب واحد له، فهذا خليه على جنب. فهذا هو الديسك، وهذا هو اللير. فشباب اللي يعرف مكان يبيع يعني الدرايفر وكذا اكتبوا الكومنتات، اذا لقيت والله حكون يعني ما ادري ايش حسوي لك صراحه، يمكن اديك فلوس. فعشان كذا فانا بركب على السريع. طبعا البلبل من يوم ما اشتريته كان مره قوي والله، كان يبرسل دائما، بس كنت ما اعرف اسمه. يعني انا اشتريته قبل اللي البيبط البرس، كنت دائما بيبط البرس الانجليزي، وكنت ما اعرف اسمه بالعربي، فعشان كذا ما نزلته. فيا ولما نزل سيف قاطع اخذت هذا بعدين طلبت هذا، فكذا كلهم مع بعض. فالحين ايش اللي راح يصير؟ راح نرمي الثلاثة مع بعض. اول شيء راح ارمي هذا بحكم انه هو اقوى واحد في الدوران، بعدين هذا بعدين هذا، وراح نشوف ايش يصير. فيلا دقيقة. فاول شيء نسوي نزال بين الجزء الثالث الجزء الاخير. فصراحة انا يعني اسميه سيف قاطع المطور، وما ادري ايش تسموه. حتى شوف كيف يعني لما نركبه صعب، شوف ما يدخل بسرعة، وكمان اسنانه ترى ضعيف. شوف توقع كذا واضح، فجدا ضعيف ترى، مو جدا يعني شوية، يعني مو ضعيفة مرة زي اللي هو المستعمل العادي، ولا قوية مرة زي السيف القاطع العادي، يعني متوسط يعني نوت باد. فالحين راح نلعب نزال بين السيف القاطع والسيف القاطع، الجزء الأول والجزء الثالث. أتوقع إنه هو الجزء الثالث أو الجزء الأخير، والله ما أدري. وبرس والله برسة أبوه، ما أدري كيف اسمح له. فأنا الصراحة بجيب لكم هو الحين بالقاعدة الثانية اللي رميتها هناك. هي هنا. أيوة صح، غيرنا في الاستوديو شوية يعني، لا يبان لكم ما راح يبان. فمن هنا كذا فأنا بيبط البيرس، وأنا بلعب معه بحيدية. راح أحاول في نهاية المقطع أطلع لكم هو إذا قدرت. فنرجع توقع كذا كويس كذا ممتاز. فالحين شو راح يصير؟ الحين راح نلعب، راح اغير القاعدة والدرار، راح احط هذا اللي كذا شكله زي حق ايش اسمه ذاك، شوف كيف زي حق التنين مدمر، وكمان زي حق البلبل البرق الصاعق. شايفين يعني الصراحة كان أول كان مرة قوي بالدرايفر حقه، بس ما أدري إيش السالفة إيش صار، هو كان حقه يعني غريب كذا، غريب من نوعه كمان. فنرجعه للأول، الأول أنا أشوفه قوي فيه، نرجعه الأول، بس ما أدري إيش هو، مو راضي يركب دايما كذا يسوي معاي.
شوف كيف كذا دقيقة تسوي هو كذا اوكي كذا نحطهم هنا شوف ما يركب ما ادري ايش هو اوكي كذا كويس فالحين راح تلعبهم الاثنين مع بعض الثاني الثالث راح احمي الثاني اول مو مره قوي يعني فالحين راح نجاوب مع واحد من بلاب الدفاعيين نجاوب مع اللهيب بحكم انه اللهيب اسنان جدا ضعيفه فممكن نسوي شيء واو شباب ليش كذا طيب لازم ان شاء الله ادور درايفر والاقيه ان شاء الله باذن الله فبس شباب هذا كان كذا على السريع كذا نوريكم السبب قاطع هذا كل اللي عندنا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير وصلنا الختام سلام.